إذن في السلسلة الثانية نطلب منكم حساب جداء العددين، مثلا 67.3 في 185.06، 185.06 في 67.3. أغلبية منكم حصل على العدد 1212,454.583. تنظن بأن أغلبية حصل على هذا النتيجة هذه. إذن برافو لأنكم استوعبتوا جيدا جداول الضرب. إذن بالنسبة للرسم المثلث، أول حاجة خاصك ترسمه هو أبي، فهموني مزيانة دابا. أول حاجة خاصك ترسمه هو أبي تساوي تقريبا 6 سنتيمترات، ثم تعبروا بالبيركار، تاخذوا البيركار وتعبروا تقريبا بي سي تساوي 3 سنتيمتر. مثلا هنا نعطي مثال، ندير 3 سنتيمتر هنا، ندير واحد القوس هنا مثلا هذا القوس هذا، ثم تاخذوا البيركار وتعبروا اسي في البيركار، تعبروا اسي تقريبا 4 سنتيمتر، وتلاحظوا بانها خاصها تكون فوالا النقطه اللي تتلتقي بهذ القوسين هي السي اللي تنقلبوا عليها. من اول شيء خاصكم تفكروا لك ارسم مثلث ABC وعطاكم القياسات كاملين، اذا خاصكم اول حاجه تفكروا فيها هو هذه القاعده حتى الكبيره، هي لاباز. اول حاجه تبداو بها هي ترسموا هذه القاعده 6 سنتيمترات، يكون عندكم هذاك الشيء دقيق. اذا ها من بعد تاخذوا البركار وتقيسوا في المسطره القياس ديال 3 سنتيمتر، ولكن ابتداء من بي لان خاصكم تحصلوا على السي. دير واحد القوس بحال هذا الشكل، هذا قوس من بي لواحد هنا مال الفضاء فوالا بالبيركار، ومن بعد خذوا قياس جديد في البيركار تقريبا 4 سنتيمترات، وتاخذوا من ا وتعبروا. من عبرتوها مزيان ديروا قوس هنا، والنقطة اللي تتلتقي هاد القوسين هي السي. هذه الطريقة الحقيقية ديال رسم المثلث في السؤال الثاني وليس الألف. أرسم مثلثا ABC بحيث BC، عندنا هاد BC تساوي 3 سنتيمتر، وهاد AC يساوي 4 سنتيمتر، ولكن الأولين خاصكم ترسموا AB يساوي 6 سنتيمتر باش يسهل عليكم الرسم. إذن دايما فكروا في الضلع الكبير في المثلث، تسمى القاعدة. ألو شوفوا التحويل، إذا لدينا 0.9 طن 258 هكتوغرام و 18 ديكاغرام. إذن راكم عرفتوا كيفاش الطريقة باش تحسبوا بشكل جيد هاد العمليات بلا ما تضيعوا الوقت ديالكم في الامتحان الإقليمي. اللي كنتو فاهمين الجدول مستوعبين مزيان، ديروا له بشكل التالي، ديروا 0.9 طن حولوها اوتوماتيكمون للجروب الجرام اللي خصكم تتبعوا تقريبا، او الطن قنطار نقطة كيلوغرام هكتوغرام ديكاغرام الجرام. هاي 0.0 هو الطن، إذا القنطار هي النقطة،
كيلوغرام، هكتوغرام، ديكاغرام، الجرام. تأكد ودايما تأكدوا قبل ما تنجزوا الحدا. إذا الأخرى دايما ندير 258 بلا ما تضيعوا الوقت ديالكم في الرسم ديال الجدول. إذا فاهمين فاهمين الجداول في راسكم تبعوا. إذا 8 هكتوغرام بدا بهذه الأولى، ومن بعد نبدا من هنا 8 هكتوغرام، من بعد عندي ديكاغرام وعندي الجرام. وفي الأخير عندي 18 ديكاغرام، تندير 18 ديكاغرام. إذا هذا هو الديكاغرام. دائما الوحدات تتمثل لونيتي، تتمثل الوحدة، الوحدات تتمثل هي الوحدة. إذا 8 ديكاغرام نحولها لجرام بحال الشكل هذا. إذا في الأخر تندير عملية زائد، هنا راه كاين زائد وهنا كاين زائد، تندير عملية زائد نحصل على الرقم التالي. تقريبا عندي 925980. إذن أول فكرة، أول حاجة نقوم بها هو اللي كتحافظ مزيان الجدول في راسي بلا ما نحاول نطراسيه نضيع به الوقت. ندير التقنية هذه، تندير 0.9 طن، وتمشي تمشي اللي كتلقيت هنا فاصلة، هاد الصفر هذا هو الطن، هو هذا، هذا هو الطن. تبدأ ها هو الطن عندي هنا، هو صفر، هذا شي تبعه القنطار، شي تبعه النقطة، شي تبعه الكيلوغرام، هكتوغرام، ديكاغرام، الجرام. نتأكد ثم 258 هكتوغرام. إذا 8 هي الهكتوغرام، 8 هي الهكتوغرام. بغينا نحول الجرام، بدأ الهكتوغرام، ديكاغرام، الجرام. 8 هي الديكاغرام، 8 8 هذه هي الديكاغرام. إذا عندي الديكاغرام والجرام 180. ثم نقوم بعملية زائد كاملة، نرتبها كامل، نقوم بعملية زائد. هاي صفر، هاي 8، 8 زائد 1 هي 9، هاي 5، هاي 2، هاي 9. إذا 925980. نفكروا في التقنية هذه اللي كنتو حافظين جدول مزيان. نمشيو للسؤال الأخير في هذه السلسلة الثانية. في السلسلة الأولى قلنا لكم عملية الضرب، خاصكم تفهموا هذه العملية الضرب بحال الشكل هذا. علاش درنا هنا علاش درنا ثلاثة الأرقام ورا فاصلة؟ لأن كاين رقم هنا وكاين رقم هنا ورقم هنا، كاين أرقام هنا ورقم هنا. إذا ثلاثة الأرقام، واحد جوج ثلاثة، ثلاثة الأرقام ورا فاصلة. ونكون فاهم جدول الضرب مزيان ما نخلصش فيه. متأكد دايما متأكد. وانا فهمتكم كيفاش ترسموا مثلث بحال الشكل اللي عطاكم قياسات. اول حاجه تقوموا بها ويكون عندكم بيركار، ضروري بيركار، تديروا الضلع اللي كبير فيهم هو تسمى القاعده بحال هنا ا بي 6 سنتيمتر. تبعوا معايا وتبعوا معايا هنا، ركزوا معايا. تديروا هنا الضلع تقريبا في 6 سنتيمتر بالمسطره، تتعبروا ابي تساوي 6 سنتيمتر، تتاخذوا البيركار، تتفتحوا البيركار مزيان وتتقيسوه بالمسطرة، تتحطوا هذاك المسمار على الصفر، ثم تتعرضوا تتاخذوا القياسات 3 سنتيمتر، تتحطوا هنا المسمار هنا في هذا بي، وتدير واحد القوس. من بعد تتحط واحد المسمار هنا وتدير قوس ثاني، خاص يكون فيه 4 سنتيمتر القوس الثاني. وهذاك اللي هذيك النقطة اللي ستلتقي بها هاد القوسين هي السي، تترسموها بشكل جيد، تتربطو هادي وتتحصلوا على مثلث دقيق. وشرحت لكم كيفاش ديروا القياسات بلا ما تحتاجوا ديروا الجدول، اللي كنتو فاهمين مزيان جدول ديال التحويلات بلا ما تحتاجوا ديروا جدول، ديروا على التقنية هادي 0.9 طن، تحولوها ديريكت من الجرام. فوالا طف شات 258 هكتوغرام، 8 هكتوغرام. تبقاو غادي دايما الوحدات تمثل لك اليونيتي، 8 هي هكتوغرام، 0 فاصلة هي طن. وانتبهوا معايا، وهاد 8 8 ديال الوحدات هي ديكاغرام، تتحولها لجرام. من بعد تديروا الحساب ديالكم كامل، تجمعوه وتديروه هنا في النتيجة. اذا انتبهوا معايا المسألة هذه، المسألة الرابعة. دابا ننتقلوا للمسألة الرابعة. إذا التمرين الرابع قلنا احسب مساحة مستطيل طوله 120 متر.
إذن أول حاجة دير كروكري، هذا تسمى كروكري، وخا ما يكونش مضبوط غير كروكري، غير رسم ارتباطي. إذا هذا هو الطول، هذا 120 متر، فوالا هذا هي 120 متر، هذا هو الطول. خاصكم تعرفوا ما بين الطول، تفرقوا ما بين الطول والعرض. إذا 120 متر وعرضه نصف طوله. شنو معنى نصف طوله؟ نصف الطول ديالو، معنى 120 مقسوم على جوج. مزيان، قبل الإجابة استخرج المعطيات المطلوب ثم استحضر المعلومات المساعدة لإيجاد الحل. إذا المطلوب ديالنا أن نوجد المساحة. المساحة هي شنو هي؟ هي الطول في العرض. مزيان، إذا شنو اللي عندي دابا؟ عندي الطول شحال قيس ديالو؟ 120 متر. شنو الحاجة المجهولة عندي؟ هي العرض. وكيفاش نحصل على العرض؟ راه عندي المعطيات، قال لي نصف الطول ديالو، العرض يساوي نصف الطول ديالي. إذا أول حاجة نفكر في العرض، إذا ال تساوي 120 مقسوم على 2، كم يساوي؟ 120 مقسوم على 2 يساوي 60 متر. نفهم ال تساوي 120 على 2 يساوي 60 متر. إذا اس وجدنا الطول، هو ديجا عندنا الطول هي 120، وجدنا العرض هي 60. تنديرو صف 12، صف جوج هي 12، صف 6 7، و تنزيدو الأصفار 70 متر مربع. اعتمدوا دايما على الشيمة، الترسيمة، يكون عندكم الترسيمة، و هاديك المعطيات ديال المسألة حاولوا توضحوها في واحد الرسم. وخا يكون الرسم ماشي مضبوط، ولكن حاولوا تفهموا من خلال استخراج المعطيات على شكل رسومات، وتحضروا دائما معكم القواعد ديال الهندسه. هاد المساحه ديال المستطيل خاص تكون عارفينها، غير ماشي تحافظوها عند ظهر قلب لا مات، خاصكم تعرفوا تمانيبيولوها، تعرفوا كيفاش تستخدموها. هانت لقيتي عندك الطول وما عندكش العرض، وعندك المساحه، كيفاش تجبد العرض؟ تدير دائما اس على ال، اس سوغ ال، مساحة على الطول باش تلقى العرض. اللي عندك العرض وعندك المساحة بغيتي تلقى الطول، اش دير؟ تدير دائما مساحة على العرض. هادشي راه خاصكم تفاهمين. اس يساوي ال في ال، اللي بغيتي تلقاو العرض خاصكم ديرو المساحة على الطول، اللي بغيتي تلقاو الطول خاصكم ديرو مساحة على العرض. خاصكم تفهمو هادشي، علاش خاصكم تفهمو، خاصكم تستوعبو هادشي. ويقول لك مثلا نصف الطول ديالو، خاص تعرف شنو معنى نصف الطول ديالو. معنى 120 مقسوم على جوج، نصف معنى مقسوم على جوج، ربع مقسوم على ثلاثة، على أربعة، ثلث مقسوم على ثلاثة، إلى آخره. المعطيات خاصكم ديجا تكونوا فاهمين، او تعرفوا كيفاش تمانيبيلوها، تعرفوا كيفاش تستخدموها. يعني تبان لي هادشي مفهوم ياك؟ اذا نشوفوا الفيديو الثالث.